الناس اللي دارت الإشاعة تاع السميد هي الناس اللي دارت إشاعة تاع الزيت. شكون هما؟ خلات الناس. رانا فرحين جبناه أو جاب السيمي. تحيا أمة تتدافع دفعا عن الزيت، الجوع ينهشها كأنها هال. أيها الرعايا، ما هذه الأزمة الزيتية التي أسمع؟ ألم تجربوا المسمن بالماء؟ الاقتصاد، المعيشة، الجامعات، العلم، رانا فرقة كبير ما يحشولكش. ركعات المروك عدوة، المروك عدوة وفرنسا حبيبة. خرجت الصباح للزنقة، الزيت والو ما نلقى، المقلة في الحيط راهي معلقة. يحكيو مع وزير علماش، جاي وزير. السلام عليكم السيد الرئيس. السلام عليكم. حنايا رانا مضرين، كلشي راه غالي علينا، كلشي وين ما نحطوا يدينا بالك. اليوم الزيت انا نشوفه فيه بعينينا، قالك حتى شهر رمضان. اما لي انا ما ناكلش، نزير السنتوره حتى شهر رمضان من يدخل بالعب. قالك لا ما نبيعوش هذه واحده. ثاني البطاطا انا نشوف فيها 13,000، وانا عندي 8 ومهم 9 وانا 10. وخلينا من هذه ام هبلين والله ما مش بخلينا. يا الحاج هاي 6,000 قدامك. نعم الزيت قدامك. مرحبا هذا الزيت كيف هذا؟ هذا زيت؟ الزيت راه سطوطة عامك برا مكاش زيت. لا على حسب طلبنا. شو على حسب طلبنا؟ الناس راه متهبسة على الزيت على حسب طلبنا. هذا الزيت هذا الزيت هذا الزيت انا مخزنها هذا ماش مخزن انا ما خليتك معايا تخرج هذه تخرج برا. لا شوف اسمع لي، الزيت الزيت كون يخرج برا تصرا فوضى. يخرج برا انت تحاول تصرا فوضى باسكو راها فوضى. عطيني فوضى، عطيني بوش من فوضى. كاين اللي راه يدخل 10 بواد 20 بيدو. ما تعطيش 20 بيدو اخويا، انت ماشي كروسيس. شوف بصح باش تقعد مخزنه بهذه الطريقه. لا تنفيذا لتعليمات قيادة الدرك الوطني المتمثلة في تنظيم مداهمات بالإضافة إلى خدمات مشتركة مع مصالح الأمن الوطني، سخرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس جميع الإمكانيات المادية والمورد البشري من أجل توفير الأمن والاستقرار في نفوس المواطنين، وذلك بالتركيز على القيام بالمداهمات كما ذكرنا، بالإضافة إلى إشراك فصائل الأمن والتدخل. Yeah.